السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم ولاء من قناة البيت مع لولو. لو أول مرة تزوروا القناة بتاعتي ياريت تدوسوا على السبسكرايب وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفة جديدة أنا بنزلها. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين يا رب، ينعاد عليكم العيد بالخير يا رب والبركة. انا النهاردة جاي اقدم لكم حلوة حلوة جدا في الفرن، حلوة من حلويات العيد، هي الشكلمة او حلوة جوز الهند، مخبوزة جوه الفرن، بسيطة جدا ما بتاخدش اي وقت، ومقادير موجودة في كل بيت، حلوة قوي وهتشرفك في قدام ضيوفك ان شاء الله. وهعملها باشكال مختلفة وجديدة جدا حصريا على قناتي ان شاء الله. يلا بينا ندخل على مقادير الوصفة ونشوف المقادير كلها المتوفرة عندنا اللي موجودة في البيت ايه هي. تابعي معايا الفيديو لحد الاخر علشان تشوفي كل التكات اللي تطلع معاك الشكل لما ناجحه. معايا 3 كوبايات جوز هند خشن، انا بحب استخدم الخشن، انت ممكن تقدري تستخدمي عادي المبشور اللي ما يكونش ناعم قوي عشان ما يبوظش الوصفه معاكي. 3 ارباع كوبايه سكر، معلقتين دقيق، ومعايا فانيليا، ومعلقتين عسل نحل، ومعايا بيضتين. دي كل مقادير الوصفه. همسك البيضتين هنزل عليهم بالسكر وهقلبهم بالمضرب اليدوي العادي، ومعاهم العسل والفانيليا. ضروري جدا تخلي كل الوصفة او كل المقادير دي تتخلط مع بعض كويس جدا، انا مجرد بس بدوبه شوية وخلاص وبخلطهم كده مع بعض وخلاص. مش لازم توصلي لسائل قوي، هو مجرد بس ما بيتخلط وتحس ان السكر بدأ يدوب فيه شوية، انا هحطه على المقادير اللي عندي. دول 3 كوبايات الجوز الهند، احط عليهم معلقتين الدقيق وهقلب الدقيق مع الجوز الهند. الدقيق هنا مهم جدا، هو والبيض بيخلي الشكل لما تتماسك شوية مع بعض. ما تزوديش السكر قوي فيها علشان احنا لسه هنستخدم شوكولاتة ولسه هنستخدم حاجات تانية للتزويق وكراميل، فما تزوديش يعني السكر قوي. كمان السكر بيطلعها ناشفة، وانا هي الشكلمة مش ناشفة خالص، هي بتبقى طرية جدا. هحط عليه البيض اللي انا ضربته وهقلبه وخلصت كده الوصفة. شايفين بسيطة ازاي؟ انا كل ما المقادير كلها تتخلط كده مع بعض هبدأ ان انا اشكل كل المعيار اللي معايا ده. طبعا انا عملت المعيار ده وزودت عليه مرة كمان علشان اعمل معاكم الشوكولاتة والديكور بتاع الشكلمة. هنا صينية دهنتها زيت، او ممكن تحطي ورقة زبدة، وطبعا ورقة الزبدة هي الاحسن. هعمل ايه؟ هحاول اكورهم واخليهم كلهم كور مقاسات بعض. ممكن تكوريها، ممكن تعمليها صوابع زي الكفتة، بس هي الشكلمة الأساسية بتكون عبارة عن كور. ما تكتروش الدقيق البيض قوي، يعني ما تقوليش انا احط بيض اكتر، فلا البيض لو حطيتي بيض كتير البيض بيخلي الشكلمة تنفش قوي في الفرن وتفرد معاكي وتبوظ. الشكلمة الناجحة هي اللي بتفضل بنفس شكلها بعد الخبز، يعني ما بتغيرش شكلها خالص، فعرفي كده ان الشكلمة معاكي نجحت. انا كورتهم وحبدأ ان انا ازوقها معاكم، بزوقها بالكريز، تقدري تستخدمي مكسرات او كريز او اي حاجة او شوكولاتة او اي حاجة انت عايزاها. هحاول ادخل الكريز كده جوه الحشوة نفسها، تقدري تاخديه في ايدك وتدخلي الحشوة بايدك، يكون افضل يعني على اساس ان هي ما تطلعش، هي اول ما بتطولي الفرن على طول بتمسك في الحشوة بتاعتنا ما بتروحش يعني. بصوا انا دخلتها كده وبايدك تشكليه زي العش. في حاجة تانية عايزة اقول لكم، تقدري تبلي ايدك مية وانت بتكوري الجوز الهند، يعني المية بتسهل ليكي ان انت تكوريه وما يلزقش في ايدك، وفي نفس الوقت يطلع الملمس بتاعه ناعم من بره شوية زي ما انتم شايفين كده. حلو قوي 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 قوي.
منظره جميل جدا والوانيته كلها حلوة. هنا معايا فستق، هبدأ ان انا برضو ازوقه بالفستق. ايوه، هبدأ ادخل الفستق. تقدري طبعا تعمليها زي كنافة عيش البلبل، يعني تقدري تحطي فيها مثلا 3 4 مكسرات في النص كده وتدخليهم. بس انا صراحة حطيت 2 أو 3 بس في كل واحدة. عايزة بس شكل، يعني مجرد يكون شكل. شايفين الشكل حلو قوي ازاي؟ خطير. وهنا برضو حشيت معاكم شوكولاتة خضراء. انا هحشي دلوقتي الشوكولاتة بيضة، هتكوريها كده عليها وبس. الشوكولاتة البيضة طبعا بتسيح من جوه وبتبقى طعمها تحفة. وهنا خبزت عندي حبة سادة ودخلتهم الفرن على درجة 180، نار هادية قوي. اول ما يبدأ يحمر من تحت بتبدأي تطلعيه على طول من الفرن وتسيبيه يهدى وتبدأي تزوقي. دي عبارة عن شوكولاتة انا مسيحاها وحط عليها لون، تقدري تختاري اللون اللي انت عايزاه كله. وهبدأ احط فيها الشكلمة، وزي ما انت شايفين زوقتها كمان بالكراميل اللي حطيته عليها علشان ينشفوا. وهحط معاه كوكاجو وزبيب وواحدة فستق كمنظر شكل. انا بقول لكم افكار للتزيين، وان شاء الله انا واثقة بإذن الله ان الوصفة دي هتعجبكم جدا. ايوه، حط كده الفستق كمان، اي حاجة، فارماسيل، ملون، ملبس، ممكن تحطي M&M اللي هو الملون. تقدري تعملي اي حاجة، تقدري تحطي شوكولاتة مبشورة، اي حاجة انت عايزاها حطيها. تقدري تخليها سادة زي ما هي، لو ما عندكيش كل الحاجات دي تقدري تخليها سادة. الشكلمة 3/4 كوباية السكر، يعني ما ضايقونيش في حاجة، بالعكس الشوكولاتة طعمها مش مسكر قوي وحلوة جدا. وزي ما انت شايفين كده الوصفة خلصت معايا وطلعت تحفة وجميلة جدا. زوقت حبة بالكراميل وحبة بالشوكولاتة وحبة بالفستق والكريز. وصفة فظيعة وسهلة ومأخدتش معايا نص ساعة في المطبخ، وكانت جاهزة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسونيش تتابعوني على البيج بتاعتي على الفيسبوك البيت مع لولو، وعلى الانستجرام ولاء احمد 961. هسيب لكم الروابط تحت في صندوق الوصف. واشوفكم ان شاء الله على خير وفي فيديو جديد. كومنتاتكم بتهمني جدا، اتمنى تجربوا الوصفة وتسيبوا لي كومنت تحت الفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.